فيلم The Boy Behind the Door من إخراج جاستن بويل وديفيد كاربونير. من اسم الفيلم ممكن تحس إنه فيلم رعب وفي عفاريت ورا الباب مثلاً، بس لا مش صح. الفيلم بيحكي عن كيفين وبوبي، اتنين أطفال أصدقاء بيوعدوا بعض إنهم مش هيسيبوا بعض أبداً، وبيحلموا يروحوا مكان أحسن من اللي هم فيه، تقريباً كانت مدرسة خاصة أو ملجأ أيتام، لأنهم كانوا لابسين نفس اللبس، وبيحلموا يروحوا كاليفورنيا عشان يتمتعوا بحياة أحسن. وكل واحد فيهم بيوعد التاني إنه مش هيحقق الحلم ده لوحده غير لما يكونوا مع بعض. بعد ما بيخلصوا أحلامهم بيقوموا يكملوا لعب في الغابة اللي كانوا فيها، بس وسط اللعب ده بوبي مش بيلاقي كيفن صاحبه جنبه، بيفضل يدور عليه لغاية ما حد بيجي يخبط بوبي على راسه وبيفقد الوعي، وبياخدوا يحطوا هو وكيفن في شنطة العربية وبيخطفهم لمكان بعيد مجهول. بوبي بيفوق يلاقي نفسه في شنطة العربية، وبعد محاولات كتير بيعرف انه يخرج منها وبيهرب، وبيكون خايف مش فاهم حاجة. بس وهو بيهرب بيسمع صوت كيفن صاحبه من البيت وهو بيستغيث وبيطلب المساعدة، فبيقرر بوبي انه يرجع تاني وينفذ الوعد اللي بينهم وينقذه. بيكسر ازاز الشباك ويفتح القفل وبيدخل بيت الخاطف، وبيلف في البيت شوية لغاية ما بيلاقي الخاطف قاعد على الكرسي بيتفرج على التلفزيون، وبوبي بيحاول يستخبى منه لغاية ما يعرف مكان كيفن فين وينقذه، بس الباب بيخبط وبوبي بيستغل انشغال الخاطف وبيروح يكمل تدوير على كيفن. وبوبي بيدور في البيت بيسمع صوت كيفن وما بيبقاش عارف مصدر الصوت منين، لغاية ما بيدخل أوضة وبيلاقي الصوت جاي من ورا مكتبة، بيزقها وبيلاقي ان كيفن في القبو والصوت جاي من فتحات التهوية، وبيقدر يسمع الخاطف وهو بيكلم كيفن. بوبي بيخبط في المكتبة غصب عنه والخاطف بيسمع الصوت وبيطلع له من القبو، لكن بوبي بيعرف يستخبى منه، بس الخاطف بيخدعه انه مشي عشان يطلع، ولما بيطلع بوبي الخاطف بيشوفه فعلا، ولكن بوبي ذكي دخل الأوضة تاني وقفل الباب بسرعة واستخبى. ولما الخاطف فتح الباب بيكون بوبي استخبى في الدولاب اللي موجود في الأوضة، والخاطف فضل يدور عليه مش لقيه، بس برضو بوبي بيعمل صوت بيخلي الخاطف يعرف مكانه، والخاطف بيحاول يطمنه بالكلام عشان يطلع من الدولاب وانه لو طلع مش هيأذيه، وبيفتح باب الدولاب بوبي بيكون معاه عصاية حديد بيخبط الخاطف بيها، بيقع على الأرض وبيطلع يجري، وبيحاول بوبي يهرب من البيت لكن الخاطف بيفضل يجري وراه لغاية ما بيوصلوا للمطبخ، وهناك مفيش أي مخرج لبوبي. الخاطف بيحاول يخدع بوبي ويهديه ويحسسه إنه طيب، بس على مين يا معلم؟ بوبي بيدلق على وشه مية سخنة وبيسحب سكينة بيهدده بيها، بس الخاطف بيقرب منه فبيتزحلق على الأرض، بيخبط راسه في الترابيزة وبيفقد الوعي. بوبي بيقرب منه ولسه معاه السكينة، والخاطف بيفوق وعاوز يهجم على بوبي ما بياخدش باله من السكينة اللي معاه، فبيخبط فيها وبيموت. طبعا بوبي طفل طبيعي يكون مصدوم، وفضل قاعد جنب جثة الخاطف مش عارف يعمل ايه، بس بيفتكر صاحبه كيفن وبيحاول ينقذه طبعا، وبيطمنه ان هما كده اصبحوا في امان عشان الخاطف مات. بس كيفن بيصدمه وبيقوله الخاطف ليه شريكة ودي ابشع منه بكتير. بوبي لما سمع كلام كيفن بيحاول يتصرف بسرعة قبل شريكة الخاطف ما تيجي وتشوفهم. بوبي بيفضل يدور في البيت وفي جيوب الخاطف على مفاتيح القبو لكن مش بيلاقيها، بس بيلاقي مفتاح عربية وبيروح لكيفن يطمنه وبيقوله أنا هسوق عشان أقابل أي حد يساعدنا، وبيروح يركب العربية، بس بوبي طفل مش بيعرف يسوق ازاي لغاية ما العربية بتفلت منه وبيضطر ينزل منها وهي دايرة وبيسيبها تقع من على الطريق. بيرجع بوبي للبيت تاني وبيفضل يدور على أي حاجة ممكن تساعدهم، وفعلا بيلاقي تليفون أبو قرص القديم ده، وعشان هما شباب الجيل ما بيبقاش عارف يستخدمه ازاي، وبيروح لكيفن يكلمه من فتحات التهوية دي عشان يساعده. بوبي شاب الآيباد والتابلت ما بيبقاش عارف انه بيشتغل بسلك، فكيفن بيقول له لأ ده لازم له سلك، وبيروح بوبي تاني عشان يدور على السلك وبيلاقيه أخيرا وبيطلب الشرطة، وبيحاولوا يوصلوا للمكان عن طريق الجي بي اس، بس لازم يكون الخط مفتوح. بوبي للأسف بيقفل علشان شريكة الخاطف جت، وبيفضل يستخبى منها في البيت كله وبيكون خايف تشوف جثة جوزها، وبيروح يخبيها برا البيت ويمسح آثار الدم اللي موجودة، وبيطلع يستخبى في أوضة الست تحت السرير وبيبقى شايفها بتعمل ايه، وبيشوفها وهي بتفتح الخزنة وبتحط فيها فلوس، وبيستغل ان الست في الحمام وبيروح يحاول يفتح باب القبو بالسكينة، لكنه بيكسر السكينة وبيعور نفسه وبيسيب آثار دم من جرحه على الحيطة، وبيرجع تاني تحت السرير وبيسمع الست وهي رايحة ناحية القبو،
وبتشوف آثار الدم بتاعت جرح بوبي وبتعرف إن في حد في البيت، لكنها مش بتهتم. وبيروح بوبي عند فتحات التهوية بتاعت القبو عشان يطمن على صاحبه، وبيسمع الست وهي بتعذبه، وكيفن بيتوسل ليها علشان تسيبه. وفجأة صوت كيفن بيختفي وبوبي بيفتكر إنه مات. وقبل ما بوبي يعرف يستخبى، الست بتشوفه وبتجري وراه، لكن بوبي بيسبقها وبيستخبى في الحمام وبيقفل عليه الباب. والست بتجيب فاس وبتفضل تكسر في الباب، وبوبي بيكون مرعوب وبتعمل في الباب فتحة صغيرة بتبص منها على بوبي. في نفس الوقت الشرطة بتيجي وبتخبط على باب البيت، والست بتطلع للشرطي وبتتعامل معاه بهدوء كأنه مفيش أي حاجة، ولكن الشرطي بيشك فيها من الجرح اللي بيشوفه في إيدها وبيسألها عن بطاقتها، فبتروح تجيبها. والشرطي بيستغل الموضوع وبيدخل البيت ويلف فيه، وبوبي بيكون خرج من الحمام علشان سمع الشرطة، وبينزل يقابل الشرطي وبيقول له الحقني ساعدني، لكن بتظهر الست وبتخبط الشرطي بالفاس في بطنه وبيموت. بوبي بيرجع جري يستخبى، والست بتدور عليه في كل البيت لغاية ما بتطلع بتلاقي جثة جوزها برا، لكنها ما بتتأثرش وبترجع تكمل تدوير على بوبي، وبتنزل تدور عليه في السرداب، وبيجري بوبي عليها وبيخبطها بعصاية في راسها بتفقد الوعي. وبوبي بيكلبش ايديها في المصورة بالكلبشات اللي اخدها من جيب الضابط، وبياخد من جيبها مفاتيح القبو وبتفوق، وبوبي بيجري منها علشان يلحق كيفن، لكن بيبقى معاها مسدس وبتفضل تضرب عشوائي وبتصيب بوبي في رجله وهو بيجري. بوبي بيتحمل تعبه وإصابته بالرصاصة، وبيروح ينقذ صاحبه كيفن وبيفكه من القيود، بس بيبقى لسه في قيد في رقبته، وبوبي وكيفن مش بيعرفوا يفكوه وبيحاولوا يهربوا، بس أول ما بيوصلوا عند السلم القيود في رقبة كيفن بتبدأ تكهربه. بوبي بينزل للسرداب تاني عشان يجيب أي آلة حادة يفك بيها القيود دي، وبوبي خارج من السرداب بيفقد الوعي بسبب الرصاصة اللي في رجله. وكيفن بيقلق عليه جدا وبيستحمل الصاعق الكهربائي اللي في رقبته، وبيوصل لبوبي وبيفك الصاعق ده بالآلة اللي كان جايبها له بوبي، وبيحاول كيفن يخلي بوبي أقوى ويفوقه، وبيتسندوا على بعض وبيروحوا يركبوا عربية الشرطي اللي موجودة برا البيت، وبيقدروا يتواصلوا مع الشرطة تاني من خلال اللاسلكي الموجود في العربية. ولكن الست بتكون قدرت تفك نفسها وبتروح لهم وبترعبهم، ومعاها الفاس بتفضل تخبط فيه علشان تكسر الإزاز، بتلاقي انه مفيش فايدة، فبتروح تجيب مفاتيح العربية من الشرطي وبتفتح العربية وبتسحب بوبي وكانت هتموته، بس كيفن جه من وراها وصعقها بالصاعق الكهربائي لغاية ما فقدت الوعي. وراح بوبي كيفن يستخبوا في الغابة، وفعلا عرفوا يستخبوا، والست دي فاقت وفضلت تدور عليهم لغاية ما لقيتهم وفضلت ترعبهم وبتتوعد ليهم، وكانوا بيحاولوا يقاوموها، بس كيفن كان الوحيد اللي قادر يقاوم، وبوبي عيني كان متصاب. وقبل ما تموت بوبي الشرطة وصلت وضربوا عليها نار، والطفلين كانوا سعداء جدا، أخيرا قدروا يتغلبوا على الأزمة دي وهم سوا، وهيحققوا حلمهم ويروحوا كاليفورنيا سوا. وبكده يكون الفيلم خلص. ما تنسوش تزوروا صفحة فيسبوك لفيديوهات أكتر. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة.